انا بدات بكره السله مش في النادي الاهلي، في نادي القاهره الرياضي، وبعد كده انتقلت للنادي الاهلي بعد الدوره الاولمبيه 84، والحمد لله كان ربنا موفقني فيها وخدت هداف الدوره الاولمبيه وحملت علم مصر في افتتاح الدوره في الافتتاح. وانتقلت للنادي الاهلي موسم 84 لغايه لما بطلت موسم 93 وانا في النادي الاهلي. جيت على الدرجه الاولى وكنت ساعتها انا كابتن منتخب مصر، وكان كنت حابب ان انا اجي النادي، وكان معظم زملائي كان في زملائي كتير في النادي الاهلي معايا في المنتخب، وما حسيتش ان انا غريب. دخلت في وسط الفرقه بسرعه، كانت فرقه تجمع بين الشباب والخبره واللياقه، لكن الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب اكتر من الدوري، وكسبنا منطقه القاهره اكتر مره واتنين كاس مصر، وده بخلاف ان احنا كنا في منتخب مصر استطعنا نكسب بطوله افريقيا اكتر من مره، وصلنا لعبت اتنين اولمبيات لوس انجلوس، ولعبت اتنين كاس عالم اخرها في الارجنتين. والحمد لله قعدت في المنتخب حوالي 15 سنه، منهم 10 سنين وانا في النادي الاهلي. اكتر بطوله كانت عزيزه عليا وعلى النادي هنا بطوله اللي احنا كسبنا الدوري العام، كسبناها من الاتحاد السكندري في اسكندريه، فكانت بطوله صعبه جدا، وكنا بعاد، وكانت البطوله الغاليه جدا. ومن البطولات اللي انا زعلت عليها في النادي هنا ان احنا ايام جت احداث في البلد، فكنا عاملين معسكر وكنا بنلعب في الجزائر دوره وجايين منها نطلع على اسكندريه عشان نلعب الدوره النهائيه، لكن الظروف الطوارئ اللي كانت في البلد ما قدرناش نروح، والنادي خد قرار حفاظا على اللعيبه وحفاظا على الفريق ان ما نسافرش وكده، لكن كنا مستعدين كويس جدا، وتعتبر من البطولات اللي ضاعت مننا. مع منتخب مصر انا قعدت على 15 سنه، اكتر لعبت عدد كبير جدا من دورات البحر الابيض ومن بطولات الافريقيا ومن كاس عالم 2 واولمبياد 2، ويعني الحمد لله، وجميع اللقاءات الوديه واسابيع الصداقه، يعني الحمد لله يعني مثلت مصر في اكثر من خلال النادي، يعني ده كله عشان انا كنت في النادي الاهلي، ولعبت مع النادي الاهلي عدد كبير من المباريات والبطولات العربيه وبطولات افريقيه، ولعبنا برضو حاجات صداقه وكتير، والحمد لله قدرنا نسيب بصمه كويسه عند الناس، وربنا كرمنا بحب الناس يعني الحمد لله وعشق النادي يعني. الحمد لله في خلال الدوره الاولمبيه لوس انجلوس 84 تم ترشيحي من اللجنه الاولمبيه المصريه بان انا احمل علم مصر في افتتاح الدوره في اكبر محفل دولي، وكان شرف كبير كاول لاعب يعني مصري من فتره يعني، والحمد لله ربنا وفقني، وكانت فرقتنا في المنتخب كان كويس وزرنا مصر كويس، والحمد لله انا استطعت ان اخد هداف الدوره الاولمبيه كاول لاعب عربي او مصري او افريقي ممثل النادي الاهلي، كنت ساعتها في النادي الاهلي كهداف دوره اولمبيه. لا انا حصلت على اكتر من لقب هداف في افريقيا ودوره عربيه وبحر ابيض، لكن البطوله اللي هي المرتبطه باذهان الناس هي الاولمبياد بصراحه، وكل الناس فاكره الموضوع الاولمبياد ده، وكان شرف ليا طبعا كاول لاعب عربي امثل النادي الاهلي في الموضوع. جمهور النادي الاهلي اقول له متشكر على ما قدمه ليا والدعم اللي دعمه لي وانا بلعب، والحمد لله لغايه دلوقتي لسه جمهور الاهلي مفتكرني ومفتكرني بالخير، والحمد لله حتى ان مجلس اداره النادي ممثل في كابتن الخطيب ومجلس ادارته اختارني ضمن لجنه انتقاء المواهب، وهي لجنه ذو اهميه في النادي الاهلي وعامله شغل كويس في اختيار اللعيبه، والحمد لله بنجيب لعيبه من بره كلجنه، يعني السنه دي معظم اللعيبه جت عن طريقنا انا وكابتن طاهر وكابتن شريف بدعم من الكابتن خالد العوضي كرئيس للجنه وكمدير نشاط رياضي هو المسؤول عن اللجنه. ويعني انا اتمنى كل خير للنادي واتمنى كل خير للجمهور، واحنا طاقم النادي في اي حاجه تطلب مننا.